أعتقد أنه حتى الآن هناك مشاكل كثيرة تعانيها الدول الأوروبية إذا تخلي عن ملف الغاز الروسي، كون نعرف بأن يعني هناك بعض الدول التي كانت يعني لديها علاقات قوية مع روسيا، وكان هناك اتفاقيات بما يخص ملف الطاقة والغاز، ولكن الآن أعتقد بأن بسبب الضغوطات الأمريكية وضغوطات الرئيس الأمريكي جو بايدن هناك محاولة استغناء عن الغاز الروسي وايجاد بدائل عنه. نعرف بان كان هناك حديث عن دول مختلفه، دول في منطقه الشرق الاوسط، اسرائيل وقطر وغيرها من الدول، ولكن الان من الواضح بان هناك يعني في دول الاتحاد الاوروبي هناك محاوله لايجاد استعمال الطاقه البديله، ولكن بكل تاكيد هذا الشيء لن يحل مشكله يعني الطاقة في الدول الأوروبية، كون يعني روسيا كانت هي أكبر صادرة للغاز والطاقة إلى الدول الأوروبية. نعم أستاذ ديمتري، إلى أي مدى تستطيع روسيا إنجاز التعبير المراوغة في ملف النفط والغاز مع القارة الأوروبية؟ أعتقد بأن من الواضح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعمل ملف الطاقة والغاز كورقة ضغط على الدول الأوروبية، وكان هو يستعملها في الماضي حتى في زمن يعني دمشق بن جزيرة القرم عام 2014، عندما يعني أيضا كان هناك يعني روسيا كانت تتحدث كثير عن ملف استعمال الطاقة كورقة ضغط على الدول الأوروبية. نعرف بأن روسيا تنفي ذلك، الكرملين ينفي بأن يعني روسيا تستعمل ورقة الطاقة كأداة للضغط على الدول الأوروبية، ولكن من الواضح بأن يعني حتى الآن ملف الطاقة بسبب الصراع الروسي الأوكراني له تأثير كبير على الدول الأوروبية. الآن الدول الأوروبية يعني جبرت أو تم إجبارها لكي تستغني عن الغاز الروسي، كون بعض الدول كألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول كانت لا تريد أن يعني أن تذهب نحو خطوة مزيد نعم لمزيد من التصعيد مع روسيا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن يعني ضغط على دول أو القادة الأوروبيين لكي يعني يحاول الضغط على روسيا أيضا من جهة أخرى باستعمال ملف الطاقة. باعتقادك أستاذ ديمتري، هل هناك مجال للاتفاق على ملف الغاز والنفط بمعزل عن العملية السياسية والعسكرية الجارية في أوروبا؟ مع الأسف لا أعتقد ذلك، يعني بكل تأكيد الآن كل الاقتصاد أو اقتصاد الدول الأوروبية مرتبط بالملفات السياسية في المنطقة. الصراع الروسي الأوكراني أثر كثيرا على الدول الأوروبية، حتى في عام 2014 عندما يعني أيضا العقوبات التي فرضت على روسيا أيضا سببت أزمة في الدول الأوروبية. الآن يتكرر نفس الشيء، الآن يعني هذه العقوبات التي فرضت على روسيا أيضا قد تسبب لحدوث أزمة كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا يعني روسيا أيضا الآن تعاني بسبب العقوبات التي فرضت عليها، وتحاول إيجاد بدائل أو دول صديقة لها في المنطقة لكي تتخطى أزمة العقوبات، كيعني إيران وتركيا وغيرها من الدول، وأيضا الدول الأوروبية بسبب الضغط على روسيا نعم وبسبب فرض العقوبات الآن قد تعاني من شتاء بارد بسبب العقوبات وبسبب التخلي عن الغاز والطاقة نعم الروسية. شكرا جزيلا الصحفي والمحلل السياسي ديمتري بريجا على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا.